بشرفكم هذا التبليط، هذا التبليط لو جيمر، هذا شغل المقاول. تمخض الجبل فأنجب فأرنا، مثل ينطبق على سكان منطقة قرقوين بالجانب الأيسر من الموصل. 17 عاما مرت وهم ينتظرون الخدمات وتعبيد الطرق، وبعد نيل الأماني تفاجأوا بواقع آخر، شارع عمره 3 أيام فقط يقلع باستخدام الأيادي. البارحة طلعنا على الشوارع دشوا الأطفال يشيلون الطبليط، العمر 2 3 سنوات يشيل الطبليط، يعني يفش الشارع، الكساء بي قليل. جينا طلعنا مظاهرات البارحة، المقاول جانا بشخصيته إيه، يقول بس لا تصوروه، لا تنشروا على الفيز المقاطع الشوارع على التواصل الاجتماعي، أشو ما تريدون الشارع نسويه. شباب المنطقة خرجوا يوم أمس بتظاهرة ضد المقاول المسؤول عن مشروع الإكساء، ولكن شيئا لم يتغير، فلجأوا إلى وسائل الإعلام لعل الجهات المعنية تعيد النظر فيما يجري. فسكان هذه المنطقة كانت الخدمات حلما لهم، ويخشون أن يضيع هذا الحلم مرة أخرى، ومن يدري قد لا يتحقق في المستقبل. صار لنا 20 سنة ننتظر التبليط، يعني وانا من صغير شفت شارع ما عادنا، اجوا يبلطون، بلطوا تبليط عبال قمر الدين، يعني 5 سنتين ماكو شيء، يطلع الجهال عمره 2 سنين يشيله، يعني اكو يعني انتم شفتوا الصور شلون ماكو فساد. عمي هاي الشغله يعني المفروض الدوله وراء، نحن نطالب السيد المحافظ يشوف لنا حل على هاي الشغله. حاولنا التواصل مع المقاول ولكنه غير موجود، ويبقى حق الرد مكفولا. فيما تنقل العدسه هذا الانجاز، وعدسه الكاميرا لا تنقل الا حقيقه ما تراه. هنا يعكس المثل نفسه مجبرا، فإن كانت الحكومة المحلية لا تدري فتلك مصيبة، وإن كانت تدري بهذا فالمصيبة أعظم. هذه رسالة إلى الجهات المعنية، فلعلها تصل ولعل هذا الواقع يتغير. من الموصل محمود الجماسة، قناة التغيير.